المهم الخوت، بغيت هذا الفيديو قبل ما نبدا يتفرج فيه جلالة الملك ونشكر قناة اش واقع على حنشاش عيطوا ليا واستصادفوني وكذا، وراه باقي عندي يعني الموعد مع قنوات اخرين. اللي بغيت نقول هو نعاود لكم المشكله من الاول. اول حاجه الاستاذ من العام اللي فات فاش دخلت عنده قال لي ما تدوش من قدامي، هذه اول مشكله في اول حصه. يلا دخلت عنده ما تدوش من قدامي، قلت لي علاش استاذ ندوش قدامك؟ قال لي صافي بلا ما تبقى تزيد معايا في الهضره سير تسني التزام. قلت لي ما غنسيش التزام، هذا هو المشكل. داز واحد المده الاستاذ مرض ما بقاش جا، دوزنا واحد الاستاذ اخرى الله يذكره بالخير، دوزنا امتحان نجحت، جيت في الدخله قال لي انت كيفاش نجحتي؟ دزتي من العبره هذه، ما فهمتش شنو بغى يوصل لي من داك الميساج، شنو كنتي كدير في هذا الصيف؟ قلت لي كنت خدام، باش خدمتي؟ علاش خدمتي؟ كون كنتي ولدي مو بحال هاد الكلمات بقى كيلوح عليا. دازت المده لقينا كنقراو عندنا واحد الموديل فيه واحد العدد ديال الساعات، قريت هذاك قرينا الموديل سالينا قربنا باش ندوزو في موديل نهايه ديال الموديل. قال لي الاستاذ يلا جيت ديك الساعه اللي كانت الجمعه جيت روطار، قلت لي استاذ سمح لي، قال لي اش غنسمح لك سير جيب بيي دونطري. كنسمحوش هنايا حنا ما كنسمحوش. مشيت جبت بيي دونطري مع الحارس العام، دخلت قال لي سير طريح، مشيت سير طريح في ديك القنشه، ريحت كانت الشمس كدير القب، انا حيدت القب، بقيت دير القب، قال لي حيد القب واش عليك ما عرفت. المهم شي كلمه بحال هكا بقيت عاقل مزيان، انا مع مرات بقيت عاقل والو. قلت لي يا استاذ اسمح لي راه الشمس، راه هو بدا يضحك عليا. دازت واحد ربع ساعه تحولت راسي حولت كرسي ريح حدا الدراري، بدا كيقول انا قراو نتوما واحد واحد، ورا الدراري كاين تما تسولوهم قراو دو ناكس دو ناكس دو ناكس، ما كيشرحش لك يعني انت ما قاريش لونغ، راه خاصو يقول لك ها كاين وها كاين وها كاين. ماشي القرايه عنده، القرايه راه عند الله، الله هو اللي كيعلم قاري لونغلي غي. ما كيعرفوش الدراري قراو شي ولاد سيدي بنور، ما كاين الان دابا سولوهم عليا ولاد سيدي بنور من جميع المناطق زمامره كيبداو كيقراو الدراري ما كيعرفوش لونغلي، كيبدا يضحك عليهم السيد كيبدا كيضحك صافي انا عادي يضحك ولا ما تستوقيش فيه. انا جايه كنقرب دازت واحد بحال هكاك، دوزنا السراحه خرجنا السراحه البوز، خرجنا السراحه مع 4:30 رجعنا مع 5 قلنا عندكم واحد ليكزامان غتخرجوه، وراه كاين هضرنا على التليفون قلنا جوجل تراديكسور يمكن لكم تعاونوا بها، يمكن لكم يعني يمكن لكم تدعموا بالتليفون جوجل تراديكسور. جبت انا التليفون على نيتي حيت هما البوشيطه، بديت كنترجم واحد اللقطه هو يقول لي ريت داك التليفون من دون دراري، الدراري ما عرفتش انا واش كانوا. المهم حيت الدراري اغلبيتهم هو ملي عطيتو التليفون بحال اللي هاني انا، حيت انا راه قاري عامين وانا عارف القانون ديال المؤسسه وعارف داكشي، ما ماشي محتاج هو يشرح ليا، عارف قانون المؤسسه واحترام الاساسي داكشي كنعرفو. عطيتو التليفون قال لي ما تبقاش تجي دوز من التاديب وسني التزام. قلت لي ريت تليفوني خا نمشي عيط ليا البوليس، واش هذا قانون يعيطك البوليس؟ اول حاجه خصو يعيطلك هي الاداره، هادشي اللي قاري حنا في القانون الداخلي، والاداره تاخذ تليفون وكتخلي عندها، المهم تاخذ القرار اللي كتاخذ هي. ما علينا، وقعت الواقعه كما صرحت لكم في التصريحات اللي قبل، وقعت المهم وصلنا في الجو البوليس دار لهم التهديد والاهانه وما نعرف الدعوه الاولى تحكم في السورسي. المهم بغيت نوصل لكم واحد الميساج باش تحكم في السورسي، بان التلاميذ راه ما كيسمعوش ليهم في الادارات، ولا راه التلاميذ قامعين هما كيخاصهم يسمعوا التلميذ، حيت التلميذ هو اللي غادي يطلع، هو اللي غادي يوصل، هو اللي يخدم بلاد من بعد. خاصك تسمع ليه ماشي تقمعي، تعلمي القمع سياسه القمع، تسمع التلميذ تقول لي شنو عندك انت شنو كتقول ونحلوا المشاكل بواحد الطريقه اللي هي سهله، ماشي نشردوا عباد الله بحال دابا انا نتشرد انا لابسه السسروال جابوا لي الدري، والله الا السسروال جابوا لي الدري والدرب السلطان تتعامل معايا وليت داير في الزناقي وليت كنتشم كره بنادم تفرج فيا. المهم اللي بغيت نوصل هو فاش مشيت عند القضاء، القاضي ما عطانيش حق باش نهضر، القاضي في المدينه الجديده ما عطانيش الحق باش نهضر. قلت له انا نهضر نشرح لك سعاده القاضي، قال لي اسكت هادشي اللي كنتبع انا في المحضر كنت تتبع في المحضر، راه بنادم كامل كيخطا، بنادم كامل يعني يقدر يدير شي حاجه اللي هي كذوب وزور. مع العلم ان داك الاستاذ كاين بزاف ديال البوليس ولادهم كيقراو في ليستيه وهو عنده مع البوليس كاملين كيعرفوه تما ديال الجديده. المهم عطى عليا فلوس، سمع بغيت نوصل الميساج سي الحموشي المدير العام للامن الوطني اللي كيوقع في لي كارت ناسيونال، هو اللي بغى يوصل لي هذا الميساج، شوف واش البوليس خاصهم ياخذوا الحق من التلميذ هذا من الاستاذ ولا من التلميذ، انا ما بقيتش فاهم والو في هذا. المهم بغيت ما كاين غير الله وجلاله الملك، هادشي اللي بغيت نقول، بغيت هذاك الاستاذ ياخذوا لي من عنده الحق ديالي. انا دابا تشرت ما بقيتش عارف راسي فين كنبات، خلي دارنا انا دارنا سولهم، اي واحد يمشي دابا اللي بغى يعرف يسحبني داير شي بوليتيك ولا داير قناه ولا ما عرف شنو باغي نوصل ولا
مشاو تما يسولوا عليا يقولوا واش في فين هو الدري، مشاو سيدي بانور سولوا هذا التصويره ديالي يقول لهم الدري واش شوف سيدي بانور كيدور، يقول لك شنا في سيدي بانور مراكش ما خلاتش مدينه هنايا راه تلاقيت مع دريم ساكنه بشردين وكندوروا معاهم دابا غادي لطنجة فهمتي. المهم هادشي اللي بغيت المشكله ديالي تحل، هادشي اللي بغيت المشكله ديالي تحل، بغيت جيرات الملك يشوف هاد الفيديو، هذا هو الاهم اهم حاجه. بغيت نعرف واش هذاك الاستاذ تما طاغيه فين ما كندوي على راسي انا، حيت المره الاولى فاش دويت على راسي قمعوني سكت، قلت غنتبع، قلت زعما غنتبع الاوامر ديال المؤسسه باش كقانون ديال المؤسسه هما راه ياخذوا لي حقي، راه حتى واحد ما تسوق ليا، كاين شي طب منك الاستاذ سير هنا مؤسسه كامله هذيك اللي ستي المسيره تما، راه ماشي اللي ستي وماشي شي اصلاحيه، اصلاحيه في السجن ربما تكون احسن منها، هذيك مؤسسه تما كي المهم ما انا ما بغيتش ماشي هنت هذوك المدرسه ولا شي حاجه. المهم ما كنقول لك هذاك الشيء كاين بعض العناصر تما بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، كاين بعض العناصر غير كيخربوا في البلاد. واش دابا التلميذ في عوض ما نصلحوا الاخطاء ديالو، واخا يدير اللي دار التلميذ نصلحوا الخطا ديالو شوفوا ماله، بنادم راه كيتبلق راه كيمشي كيدير شي حاجه غير باش ينسي هذاك الشيء. الا مشى شي واحد شمكر ما تشوفيش شمكر تقول هذا ما عندوش الوالدين، لا راه كانوا عنده الوالدين، راه انتوما اللي ما خليتوش عنده الوالدين، شي وحدين شي عناصر اللي هما خايبين هما اللي ما خلاوش عنده الوالدين ولا بنادم مسطي. واش كنشرب الدواء دابا كل ما الدواء راه ما نهضرش معاكم عادي، الله اعلم الله اعلم، كوراني كنخسر في الهضره ولا شنو كنقول الله ما عارف. مو دابا انا راه بتشالف، راه الخوادري ديالي كيقلب عليا صغير مسكين خدامه طولي كي معاهم الدار وهذاك الشيء، الوالد ديالي في التعليم وقاري عنده الاستاذ، الوالد ديالي قاري عنده الاستاذ في الايام زمان وسمح لي وداز مده ورجع تقلب، هذا الشيء ما فهمتش والو في ما فهمت. المهم بغيت المسؤولين الصحة موشي وجلالة الملك الله ينصره الله يطول في عمره الله يخلي لي وليداتو الله يخلي المغاربة كاملين. المهم هو اللي دخل لي في هذا الأمر ديالي، المهم أنا ماشي شي واحد اللي مكلخ ولا عشد شاد مايكرو كيهضر معاكم ولا شي حاجة، راني واعي وسول عليا الدراري وسول عليا في كراج كنت خدام، راني معلم بالصنعة ديالي فهمتي، جيب لي طوموبيل ما كاينش مشكل. دابا أي شركة تعيط عليا دابا الآن دوموند ولا شي حاجة، المهم يديروا لي تيست ولا شي حاجة راني ممكن يعني ما غنلقاش مشكل، يعني عندي اكسبيريونس عندي خبره في الميدان، ماشي كنت غير كنستاجي بحال دوك الدراري اللي كيشدوا كيلبس بلوزه وكيمشي نقي بحال اللي تقول هو بنت، واخا ما خصنيش نقول هاد الهضره ويا ربي تسمح لي هذوك الدراري ديال داك النوع. المهم بقيت هما يترجلوا كيشد الورقه وكيبدا يبتكي على المعلم ويقول لي شنو سميت هادي واش سميت هادي غنديروها في المرقه، راه خاصك تمشي تخدم دير طرافاي، الا ما تمرمتيش راك ما غاديش، كذلك هادشي راه من الدين الاسلامي، الا ما عملتيش راك ما غاديش، ما زرعتيش ما غاديش تحصد، الا ما دربشيش ما غاديش. المطالب ديالي هو داك الاستاذ، اي واحد غادي يريح ما غيعرفوا بلي هو راه فيكس داك الاستاذ الاهم ديالو واحد الالتزام، التزام فيه اعتراف بالاقوال ولا مدير شي حاجه كذوب والله كيشوف، الله راه كيشوف كل واحد رمضان هذه والله غياخذ الحق في كل واحد. انا مسامح مع الله علاش حيت الله راه كيعطي واحد العقاب في الدنيا وعادلي في الاخره ثاني، من داك الصراط ملي كيقول لك دوز مع ديك الزغبه مع ديك الشعره باش دوز من كيتسمى الصراط المستقيم، مع ديك الشعره اللي كدوز معاها وكاينه جهنم تحت منك كي غدير تدوز، الا ما كانش الايمان ديالك قوي وكدير الخير كثر ما تسمح في حقك كثر ما كثر يعني كثر ما تذاكر مع عباد الله وما تشد العكس مع عباد الله. المهم هذا الميساج بغيت جهات الملك هذا الفيديو تفرج فيه، بغيت المغاربه كاملين يتفرجوا فيه وكل شيء بارطاجي، ماشي باش تبارطاجيو ليا حيت انا باغي نطلع في الطون دونس ولا شي حاجه ولا دوك التخرفيق ولا ما عنديش مع داك الشيء، المهم باش ميساج توصلوا. بغيتو تعاونوا مع خوكم، كانوا عندكم انتوما خوتكم في ذاك ولا كانوا كيوقعوا لكم مشاكل، يعني راكم تلجأتوا لهاد الحلول هادي بحال دابا هاد القنوات الله يخلي الله يذكرهم بالخير. المهم كنشكر هاد القناه ديال اشواق اللي استضافوني عندهم في المكتب ديالهم في اللوكال ديالهم، يعني عيطوا ليا المهم باش يسمعوا لي الاقوال ديالي، حيت انا مشيت عند البوليس وما حتى شي واحد ما بغيت يسلحم موشي يتدخل فيه واش يشوف واش حنا نهضروا على واش حنا عند واش حنا مواطنين ولا حنا نسمعوا السياسه ديال القمع. دخل حتى الاستاذ حسن منك، والاستاذ انا خاصكم طلعوني تلميذ، كان الاستاذ وريوني الاخطاء ديالي وما تعاقبونيش داك العقاب ديال المجرم، انا ماشي مجرم ما تلميذ، انا راه باغي نوصل لشي، كان عندي واحد الطموح كنت باغي نمشي لامريكا كنت باغي نمشي لالمانيا، قال لي داك الشيء ما غاديش يوصل لي داك الاستاذ بحاله بهذا اللفظ بهذا اللفظ، ما كنكذبش عليه العواش هذه ورمضان هذا بهذا اللفظ، قال لي انت هذا الشيء ما غاديش يوصل لي، راه انا اللي كاين هنايا راه كاين غير الله، ما كاينش شي واحد في الدنيا، كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي في الاخر يدوز كل واحد، ومن بعد كل واحد يهضر على راسه ديك الساعه تما. المهم الميساج اللي بغيت نوصل هو بغيت الشباب يحترموا الاساتذه اللي هما مزيانين معاهم، المهم يسمعوا لهم يعني يتبعوا داك الشيء، ما بنادم ما عمرو يتسرع وما عمرو يكون افونس
يسبق الاحداث، ما عمره يكون افونس، يتبع هذاك الشيء ما يتسرعش. بحال دابا انا خذ لي تليفون مثلا، نبقى مريح حتى نشوف شنو غيدير من بعد، عاد نقرر هذاك القرار اللي غناخذ. بغيت الشباب المغربي اللي كيتفرج فيه بارطاجي الفيديو، هذا ميساج وصلته لكاع المغاربه كبار وصغار، حيت كبار وصغار غيوليو عندهم ولادهم، الصغار غيوليو عندهم ولادهم، والكبار راه عندهم ولادهم، واللي ما عندوش ولادهم راه غيوليو عندهم ولادهم. هادشي اللي بغيت